منذ ساعات الليلة الماضية وحتى صبيحة هذا اليوم، الجيش الإسرائيلي يكثف من هجماته العسكرية باتجاه المحافظات الوسطى، مخيمات النصيرات، المغازي، وكذلك الأمر البريج وبلدة الزوايدة. سلسلة مجازر ارتكبها الجيش الإسرائيلي منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة في هذه المناطق، وتتواصل عمليات الإغارة باتجاه منازل الفلسطينيين وتحديدا باتجاه البنايات السكنية التي تأوي أعدادا من النازحين والذين يروحون ضحية لهذه الاستهدافات. 11 شهيدا منذ ليلة أمس وحتى هذا صبيحة هذا اليوم في المحافظات الوسطى، من بينهم 8 سقطوا في استهداف طال منزل عائلة أبو دياب في بلدة الزوايدة. وتستمر أيضا بطبيعة الحال العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع على إثر توغل الآليات العسكرية مستمر في عدد كبير من المحاور في هذه المدينة. قبل لحظات قليلة كان هناك استهداف في منطقة الشاكوش الواقعة شمال شرق أو شمال غرب مدينة رفح، وأدى هذا الاستهداف وأسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة عدد آخر، فيما تواصل القصف المدفعي بشكل عنيف جدا باتجاه مناطق وسط وشمال المدينة، منطقة دوار العودة، منطقة مخيم يبنى، ومنطقة أيضا الدوار العلم. هذه المناطق التي تستهدفها القذائف المدفعية بشكل مباشر وبشكل مكثف خلال الدقائق الماضية، إضافة أيضا إلى مخيم يبنى الواقع في الجنوب من مدينة رفح. على الصعيد الميداني أيضا، مدينة غزة ما زالت تشهد عمليات عسكرية موسعة للجيش الإسرائيلي، تطال هذه العمليات المناطق الجنوبية محيط منطقة الكلية الجامعية الواقعة في حيث الهوى. استهدفه الجيش الإسرائيلي خلال الدقائق الماضية بوابل من القذائف المدفعية، فيما أسقط قذائف صاروخية أيضا على منازل الفلسطينيين في منطقة حي الشيخ رضوان، منطقة أبو اسكندر، وكذلك تجددت عمليات إطلاق النار من قبل الآليات العسكرية والطائرات المروحية في منطقة الشعف شرقي مدينة غزة، وكذلك الأمر في حي الشجاعية.